أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله. في الاستوديو التحليلي لقناة الاتحاد القطري لكرة السلة نرحب بالسيد علي المالكي أمين السر. أولا حضرتك بنشكر حضرتك وبنشكر الاتحاد إن أنتوا أتحتوا الفرصة يكون في قناة نتكلم فيها عن اللعبة اللي بنحبها وعن استعداد حضرتك لكأس سمو الأمير في الفترة اللي جاية بعد موسم قوي في دوري عام وموسم قوي وكأس تحدي زي ما بيقولوا، لسه نتيجته ما ظهرتش لغاية آخر يوم في البطولات في المجموعة الأولى والثانية، كل الفرق منتظرة ومترقبة إيه اللي هيحصل وحسابات كبيرة قوي قوي قوي. حضرتك تفضل تشرح لنا استعداد الاتحاد القطري للكأس سمو الأمير. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أشكرك كابتن وأشكر حضورك طبعا ومشاركتك في القناة، وإحنا شرف لينا يعني كابتن. الله يطول عمرك. أنا طبعا تكلمت في السابق أن القناة مفتوحة حق كل المدربين الموجودين في قطر، كل اللعيبة، كل المهتمين في كرة السلة، كل اللي يقدر يعطي معلومة تكون تفيد كرة السلة القطرية. طبعا نشكركم كلكم كمدربين ككباتن، احنا نتشرف فيكم طبعا بحضوركم ووجودكم في حلقات، طبعا حلقات المباريات اللي نذيعها مباشرة حق الجمهور الحبيب اللي نتمنى دائما ان احنا ما نقصر معاه في نقل المباريات. اما بالنسبة للدوري العام، طبعا احنا خلصنا من الدوري العام الحمد لله، وكان مستوى الفرق الموجودة طبعا مثل ما انت شفت والجمهور شاف، الفرق الحمد لله رب العالمين. ممكن يكون في توفيق من رب العالمين بنسبة بسيطة ترضي الجمهور بمستوى يشرف كرة السلة القطرية طبعا اللي هي بتساوي بعض الفرق. اتاحت طبعا هذه المعادلة ان معظم الفرق تاخذ وقتها في الملعب وتؤدي اداء طيب وممكن تحصل على مراكز متقدمة. اما بالنسبة حق كأس قطر، الان احنا في الاسبوع تقريبا الثالث من كأس قطر، الحمد لله الفرق موجودة، الفرق مستعدة، صار تغيير أوراق في بعض الفرق المشاركة. طبعا هذا الأداء الآن موجود في كأس قطر. هناك طبعا لا يخفى عليك هناك في إصابات من بعض اللعيبة، ممكن تضعف هذه الإصابات الفرق المشاركة، ولكن الآن صارت الرؤية واضحة بالنسبة حق الأندية الموجودة الآن في الكأس في كأس قطر، بأن ممكن يجي ويؤدي أداء، ممكن يجي ويشكل الفريق الصحيح بحيث أنه يدخل في كأس قطر ويؤدي أداء طيب إن شاء الله بإذن الله، ويكون أداء بنتيجة فوزه وحصوله على مركز متقدم. احنا الحمد لله يا كابتن بس مداخلة مع حضرتك، الحمد لله النهاردة بعد الدوري القوي والفرق ابتدت تراجع بعضها، النهاردة شفنا في المربع وفي النهائيات بقى في طموح عند كل الفرق. النهار طبعا مع احترامي للاسامي الكبيره اللي احنا نعهدنا ان هي تبقى موجوده دايما في النهائي او في المربع، النهارده ابتدى يبقى في طموح وفرق جديده، طبعا فرق عريقه وليها تاريخ، بس مع الظروف النهارده صعد بيلعب في الفاينل نادي الوكره، بيلعب نادي العربي، في نادي قطر ظهر النهارده اداء مشرف لنادي الخور بعد موسم طويل واجهاد، كل فرق زي ما حضرتك قلت بتراجع حساباتها، النهارده لغايه اخر مباراه في الكاس كل الفرق منتظره نتيجه الفرق الثانيه. صحيح. مجموعه صحيح. اولى، المجموعه الثانيه ما حد كله بيقول يا رب فلان يكسب عشان صحيح. انا مش عارف ظروفي، فالتحدي النهارده بقى لاخر يوم وده بيدي حافز وامل، النهارده بقى في نقل لمباريات الناشئين والشباب، في الفرق الشباب والناشئين النهارده بتحضر، بقى في امل كبير، فدي منظومه احنا بنشكر الاتحاد، احنا بنحب اللعبه يا كابتن والناس اللي بتحضر بتحب اللعبه. صحيح. فعندها استعداد تعمل اي حاجه زي ما حضرتك قلت، اتحتضنا الفرصه ان احنا نتكلم. صحيح. الكاس الامير ان شاء الله بننتظر من حضراتكم الاجمل والاجمل والاحسن. صحيح. انتم طبعا وجودكم مثل ما قلت لك انا في السابق انه بيكون ان شاء الله له اثاره، له معنى، له حضور طيب ان شاء الله باذن الله من كل المدربين، ومثل ما قلنا في السابق ان القناه مفتوحه حق المدربين كلهم يبدون رايهم في الدوري العام، في الكاس، في بطوله كاس سمو الامير ان شاء الله راح تنطلق بعد اسابيع باذن الله. ولكن احنا تكلمنا عن كأس سمو الأمير، هناك طبعا فرق شادة حيلها على اساس تحصل على 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 مستوى متقدم. طبعا ان شاء الله هناك الاتحاد مستعد حق كأس سمو الأمير ان شاء الله بحلة جديدة باذن الله، وننتظر طبعا المزيد، ننتظر الاداء الطيب من الفرق الموجودة بانها تتميز بادائها داخل الملعب. الجمهور الان احنا وضعنا القناه على اساس ان الجمهور يشاهد لعب مستوى يكون طيب داخل الملعب، مستوى جماعي داخل الملعب،
هذا جمهور كرة السلة القطرية، منتظر المزيد، منتظر الأداء الطيب من 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 محبيه، من من اللعيبه الموجودين داخل، من المدربين ايضا اللي يدرون المباريات. الحمد لله النهارده بقى في دعم وبقى في فرج، في مشاهده النهارده احنا وحضراتكم فاتحين صدركم لاي حد يقول رايه. دي تجربه لاول مره، يعني بنشكر الاتحاد عليها ان هو ادى الفرصه وبيتقبل اي حاجه. النهارده في ناس بتتفرج على القناه، النهارده بيجي مشاهدات من تونس والمغرب ومصر والجزائر، على الاقل بيتفرجوا على اللعيبه المحترفين اللي في الدوري. صحيح. بيتابعوا الدوري، بيتابعوا اللعيبه المحترفين اللي في الدوري، بقت عمليه عرض وطلب مين. صحيح. هنا محترف. صحيح. وده كله بيدي للمنتخب القطري، المنتخب الوطني بقى ليه دور. النهارده الصعود باين والنتيجه باينه، فاحنا كاس الامير ان شاء الله نشوف من حضراتكم يعني رحابه صدر وبطوله اقوى. النهارده باين البطوله، النهارده في الكاس القطر الناس بتامل ان هو انهي بس كاس قطر الاول، وبعدين جدول نزل بتاعه بتاع كاس الامير. صحيح. ان شاء الله. صحيح. الاستعداد بدا من النهارده للكاس. أكيد. سمو الامير. اكيد احنا استعدادنا طبعا من اليوم بالنسبه لكاس سمو الامير، كاس حضره صاحب السمو الامير المفدى. طبعا هذا الكاس الغاليه اللي الكل يتشرف انه يحملها باذن الله، وبتكون ان شاء الله من نصيب احد الانديه الموجوده اللي راح يؤدي اداء طيب ان شاء الله داخل الملعب. احنا ما ننسى ان احنا نتشرف طبعا بوجودكم انتم كمدربين في القناة، وأيضا نتشرف بمشاهدة طيبة من الدول العربية، تونس، المغرب، مصر، أخواننا في الأردن، في جميع أنحاء الدول العربية والخارجية. إذا كان واحد مبتعث مثلا خارج البلاد ممكن يشوف المباراة مجرد ضغط في أي مكان، في أي مكان في العالم يقدر يشوف المباراة لايف. وهذا اللي احنا نتمناه، نتمنى نوصل حق أكبر عدد مشاهدة من الجمهور محبين كرة السلة القطرية أو محبين كرة السلة بشكل عام، وهذا بيكون شرف لنا وللاتحاد إن شاء الله بإذن الله. ونتشرف أيضا بملاحظات الجمهور، وبوجودكم إن شاء الله بإذن الله راح نوصل لمرحلة إن شاء الله متقدمة في القناة بإذن الله. إن شاء الله يا كابتن. نشكر حضرتك أعزائي المشاهدين، نشكر السيد علي الملكي أمين السر، وكل الشكر والتقدير للاتحاد القطري لكرة السلة إن هو بيدعم القناة وبيدعم اللعبة، وإن شاء الله نوصل لأحسن مستوى يرضيكم ويشرفكم. ألف شكر كابتن علي. ألف شكر.